يقول: من أولى بالدعوة إلى التوحيد، المشركون الذين يعيشون في بلاد عربية إسلامية وقريبون منا، أم المشركون الذين يعيشون في البلاد الغربية؟ الدعوة حسب الاستطاعة في أي مكان، حسب ما تستطيع. والدعوة تكون لأهل الشرك والكفر يدخلون في الإسلام والتوحيد، تكون للعصاة ليتوبوا إلى الله عز وجل من المسلمين. فالدعوة إلى الله حسب أحوال المجتمع، حسب أحوال المجتمع، كل يدعى على حسب حاجته ويبين له على حسب حاجته. نعم.